ساعة والعهد جديد مرة القاول اللي باغي يزيد بالبلاد لقدام مرة القاول اللي باغي يبيع بولو عيد في يدنا حيدوم هك. في هذا الاجتماع يسرني أن أنصب بصفة رسمية. Warning, warning, warning. The drama king is in the building. مسؤول تنفيذي مكلف بجهاز الحزب. وبهذه المناسبة يسرني كذلك أن أتناول الحديث لعلاج موضوعين وهما موضوعي الساعة. كلمتي قد تكون مختصرة سواء فيما يخص النقطة الأولى أو فيما يرجع إلى النقطة الثانية. إن هذا الاحتفال الرمزي البسيط ما هو إلا إجراء جديد على طريق تدعيم هياكل الحزب. فبعد هذه السنوات الطويلة التي كانت حافلة بالنشاطات الاقتصادية، كانت حافلة بالنشاطات الثقافية والاجتماعية، كانت حافلة بالنشاطات السياسية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي، كانت حافلة في ميدان بناء هياكل الدولة الجزائرية الحديثة التي بعثت من العدم بعد استعمار طال قرن وما يزيد عن قرن. قد حان الوقت، وكما أعلنا عن ذلك مرارا وتكرارا وفي كثير من المناسبات، أن نعطي أهمية خاصة ومتزايدة لكل ما له علاقة بالحزب، نعطي أهمية خاصة ومتزايدة للحزب، لأن في النهاية الحزب هو ثورة. لا يمكن أن نسير ثورة بأجهزة إدارية، لا يمكن أن نضمن النجاح والاستمرار للثورة بأساليب إدارية بيروقراطية. إذن لابد من الاهتمام بالحزب وإعطاء المكانة اللائقة به التي حددها بوضوح وبكل دقة الميثاق الوطني. بالأمس كانت تنقصنا هذه الوثيقة، واليوم فهذه الوثيقة التي تسمى بالميثاق الوطني هي سلاح كل مناضل ثوري يعمل من أجل الدفاع عن المكاسب المنجزة والمحققة، ويناضل من أجل مكاسب أو يناضل من أجل تحقيق مكاسب ثورية جديدة. هذا بالنسبة للثورة وفلسفتها، فهناك إذن ميثاق أهدافه
واضحة، مبادئه واضحة، المراحل واضحة محددة، الأولويات والأسبقيات كذلك محددة. بفضل وجود هذا الميثاق وتوضيح الرؤية وتوضيح الصورة، حتى الاختيارات تكون، حتى الالتزام يكون واضح، استطعنا نستخرج منه مبادئ الدستور اللي هو عبارة عن قانون عام يضبط ويحدد الصلاحيات نتاع الهيئة في مستوى الدولة، يحدد ويوضح الحقوق والواجبات في مستوى الفرد. لكن لم تكتفي البلاد بعد المناقشات التاريخية التي ستبقى ترن في آذان كل المناضلين أثناء التحضير لوثيقة الميثاق، لم نكتفي بهذا، بل كان لابد أن نعطي للبلاد مجلسا وطنيا مكونا من مناضلين اشتراكيين، مناضلين مخلصين يدافعون عن الوطن، يدافعون عن البلاد، ويدافعون عن المنهج الثوري وحقوق المواطن. وقد بدأ بالفعل هذا المجلس أعماله، ونتمنى له من صميم فؤادنا مرة أخرى النجاح، لأن نجاحه جزء من نجاح المؤسسات متاع الدولة والمؤسسات متاع الثورة اللي احنا نريدها أن تكون مؤسسات تبقى وتستمر بعد ذهاب الرجال والأفراد. اليوم أيها الإخوة، قلت حان الوقت أن نثير اهتمام أو نعير اهتمام خاص، وكما عودناكم في الماضي فإننا نلتزم بأننا سنخصص الوقت الأكبر من وقتنا لمتابعة نشاطات الحزب مع الإخوان المكلفين بالأعمال اليومية، مع الإخوان المكلفين بالتنفيذ اليومي. وهذا ليس واجبي فقط، بل هو واجب كل مناضل. وليكن واضح بهذه المناسبة أن الحزب لن يكون أبداً احتكار شخص أو أشخاص أو جماعة أو جماعات. الحزب هو من مسؤولية كل المناضلين الذين يؤمنون بمحتوى الميثاق ويعملون من أجل تطبيقه. أقول يؤمنون بمحتوى الميثاق ويعملون من أجل تطبيقه. المناضلين الذين تلتقي أعمالهم وأقوالهم بتطبيق الميثاق، فهذا هو القاسم المشترك، وهذا هو الرباط الذي سيربط بين كل المناضلين الذين يتكون منهم الحزب، حزب التحرير. أردت أن